إذن على السيرفو موتورز، إذا تطلع هون رح تشوفوا هذا أحد الأمثلة على السيرفو موتورز موجودة بالصناعة بشكل عام. هي عندي طبعا الدرايف إند طالع من هون، هذا الدرايف إند والجهة الثانية النان درايف إند. عادة في معظم هدول السيرفو موتورز بالطرف من هون بيكون في الفيدباك، والفيدباك بيعطيني بوزيشن، عادة بيقدر يعطينا البوزيشن بالضبط تبع وين الروتر موجود. وهذا بهمني لانه هو مبدا التحكم انه هو بده يتحكم فيه اكيوريتلي، بده يعرف بالضبط. ففي فيدباك بقول له بالضبط وين موجود هذا الشافت. بيستعملوا نوعين، يا انكودر يا ريزولفر. هذا اللي هو الجزء من هون اللي هو الفيدباك. تذكروا السيرفو موتور قلنا لازم يكون في نوع من الانترنال فيدباك، فبيستخدموا الاوبشنز اللي موجوده، يا بيستخدموا انكودر. والانكودر بقولنا انه هذا الشافت هلا موجود في هاي المنطقه. كل ما عرفت معلومات اكثر عن هذا المحرك بقدر اتحكم فيه بشكل ادق. فعندي المعلومات هاي عاده بتكون موجود هون، واذا بتلاحظوا هي طالع منه الاطراف اللي موجوده هون، فبتعطيني الفيدباك، وبيجي معاه درايف خارجي، والدرايف الخارجي وقتها باخذ الفيدباك وبتحكم في هذا المحرك بالضبط حسب الاشاره اللي جاي. الاوبشن الثاني بستخدم شيء اسمه ريزولفر، والريزولفر بيختلف تماما عن الانكودر، بعطيني كوساين وساين سيجنالز. كوساين وساين سيجنالز، فالكوساين والساين مش بقدر احدد منهم ايش؟ شفت زاويه، بقدر اعرف منهم زاويه. اذا اعطيتك انا في اي لحظه اعطيتك كوساين وساين، وبقدر اعرف الزاويه ب 360 درجه، ليش؟ بسبب الاشاره. مش هيك؟ اذا الكوساين بوزيتيف والساين بوزيتيف وين بكون؟ مش بكون بالربع الاول، اذا الساين بوزيتيف والكوساين نيجاتيف بكون بالربع الثاني. شيك الزوايا، فما ما بكفي بس بيعطيني حتى اعرف انها زاويه 90، بقدر اعرف انا في اي ربع موجود. فالريزولفر بعطيني اني موجود في هذا الربع او هذا الربع او هذا الربع او هذا الربع، فبقدر اعرف بالضبط 360 درجه. وعاده الروتر تبع السيرفو موتور بيكون بيرمننت ماجنت. هلا راح افرجيكم هون التركيب الداخلي، راح نطلع على هدول المحركات، راح نطلع بعدين على محركات ثانيه. نطلع هي تشوفوهم منتشرين كثير بالصناعه، سيرفو موتورز. هي مثال على سيرفو موتور من هون، بيقدر يعطيني بالضبط اتحكم بزاويه محدده حركتها او سرعه معينه. اذا بتطلعوا على التركيب الداخلي لهذا المحرك، اذا بتطلعوا هون هي قطع مختلفه، فمثلا هي هذا للفيدباك، هذه طبعا هون مفكك، هو مفكك القطع المختلفه، بس هذا الجزء هون له علاقه بالفيدباك. هاي عندي الرئيسي هذا تبع المحرك، هذا رح يكون لامينيشنز. عشان ليش؟ عشان اخفف من ليدي كارنت لوسز. هذا كلهم هدول معمولين من لامينيشنز، رح يكونوا من هون، هذا اللي هو الكور. واذا بنطلع وهي ستيتر لامينيشنز، ستيتر لامينيشنز اللي هم موجودين هون. الجهه الثانيه من هاي الرسمه موجوده على صفحه ثانيه، فاذا بنطلع هون بنشوف البيرنجز. هي البيرمننت ماجنت، رح تشوفوا شغله انترستنج في هذا، لانه هذا ما له برشز، بقدر امشيه على سرعات اعلى بكثير من الدي سي موتور. ليش الدي سي موتور محدود السرعه تبعته؟ ايش اللي بحدد السرعه في البرشت دي سي موتور؟ الكوميتيشن، مشكله كوميتيشن. مش عندي كوميتيتر سيجمنتس محدود. انا هون لاني تخلصت من الكوميتيشن صار بامكاني امشي على سرعات اعلى، بس المشكله لما مشيت على سرعات اعلى شو ممكن يصير في الماجنتس اللي ملزقه هون على هذا السطح؟ ممكن تطير. فبنلاقي عليها في ملزقه، هلا بنشوفه بسلايد ثاني. وعندي هون ريتينينج رينج. هلا هذا الجزء خلينا نشوف بس هذا الجزء ايش؟ هذا بس ماونتينج فيس، كانه بس الغطاء يعني. فالفيدباك اجى من الجهه الثانيه اللي هناك. هي الالكتريكال ويندنجز، الالكتريكال ويندنجز ايش راح تعمل؟ هي اللي بمرر فيها الكرنت بحيث انها تعمل فلوكس، والفلوكس هذا راح يتفاعل مع الفلوكس اللي موجود في الستيتر. وين البيرمننت ماجنت موجود في هذا السيرفو موتور؟ على الارمتشر. وين كان البيرمننت ماجنت موجود في الدي سي موتورز؟ على الستيتر. فعكسنا هذا عكس الدي سي موتور. البيرمننت ماجنت اللي كان موجود في الخارج وين صار موجود؟ في الداخل. والوايندنج اللي كانت موجوده على الارمتشر وين طلعناها؟ ولذلك احيانا بسموا هذا برشلس دي سي موتور، بعتبره كانه زي الدي سي موتور بس عكسته، فبطلت احتاج لبرشز، بس لازم اعرف وين البوزيشن تبعه حتى احط فلكس مناسب يتحكم فيه.